جبت لكم حوار بالفرنسية من الحياة اليومية ما بين أم وولدها. كتتكلم مع ولدها بالفرنسية، غتشوفوا الفرنسية سهلة لأقصى درجة. والحمد لله اليوم فرحان بزاف حيث وصلت 93 شخص تعلم يتكلم بطلاقة في الواتساب عندي. تخيل هذا الحلم هذا كان عندي من شحال هادي، أنني نوصل لمية شخص، مية شخص تعلم يتكلم بطلاقة. دابا بقاو ليا غير 7 الحمد لله ونكمل 100 شخص تعلم يتكلم بطلاقة. الا بغيتي تتعلم تتكلم بطلاقة في الواتساب، ارسل لي غير رقم الواتساب ديالك هنا في الجيميل ديالي. هذا هو الجيميل ديالي فين تراسلني، كتب لي رقم الواتساب ضروري باش نجاوبك ضروري. في اول رسالة رقم الواتساب ديالك هنا في الجيميل hamzalmuallam@gmail.com. حمزة المعلم كتكتب ملاصقة بحروف صغار باش ما تكتبوش خطأ @gmail.com. دونك كتب لي علاش بغيتي تتعلم الفرنسية، وكان وعدك وعد مني غتكون من هاد الناس، من هاد 93 هادو تاهما كيما تعلموا هما غتعلم حتى انت. وبغيت نوصل ل 100 شخص ونتمنى نكمل بك 100 شخص باش هكا نكون حققت هاد الحلم. وما كرهتش والله العظيم ما كرهتكم كاملين تعلموا وتكلموا بطلاقة، والله العظيم ما كرهت لحقاش الناس كتبقى فيا في فرنسا وفي بلجيكا وكثرية في الدول يعني اللي كيهضروا فرنسية وكيبغي يعبر عايش مع ناس كيهضروا فرنسية ولكن ما كيلقاش كيدير. فبزاف الناس الحمد لله عندي في الواتساب وتعلموا وتكلموا بطلاقة، عندي ناس في فرنسا بلجيكا يعني جوني أميين وتعلموا الحمد لله وهادشي بفضل الله. فهنا الجيميل ديالي هنا فين تراسلني، كتب لي رقم الواتساب ديالك وكتب لي علاش بغيتي الفرنسي. هنا الجيميل ديالي hamzalmuallam@gmail.com. فاليوم غادي نبدا هذا الحوار. الام غتكلم مع ولدها وغتقول له لو فات دو نو با افوار اون بون نوت سو ني با لا فان دو موند، لو بلوز امبورطون سي دو سو ريليفي اي دو كونتينيي اي دو نو جامي بيسي لي برا. شنو قالت له الام هنايا؟ قالت له le fait de يعني الشيء اللي يخليك. هاد le fait de c'est une expression كتعاود بزاف في الحياه اليوميه. le fait de ne pas dormir c'est pas bien pour la santé، الشيء اللي يخليك ما تنعش بزاف راه ما مزيانش للصحه. le fait de هي الشيء اللي يخليك. دونك هنا الام قالت له le fait de ne pas avoir une bonne note، الشيء اللي يخليك ما تجيبش نقطه زوينه، ما تحصلش على نقطه زوينه. de ne pas avoir، افوار علاش ما تصرفش؟ حيت جا مور دو، اي فعل كيجيني مور دو ما كيتصرفش، لهذا افوار ما تصرفش. لو فات دو نو با افوار اون بون نوت، الشيء اللي يخليك ما تجيبش واحد النقطه زوينه. دافوار انك تملك، افوار الفعل ديال الملكيه انك تملك، علاش ما تصرفش؟ حيت جا مور دو. لو فات دو نو با افوار اون بون نوت سو ني با لا فان دو موند، راه ماشي نهايه العالم. سو ني با لا فان دو موند، لا فان دو موند نهايه العالم، راه ماشي نهايه العالم. الشيء اللي يخليك ما تجيبش نقطه زوينه راه ماشي نهايه العالم. لو بلوز امبورطون اهم شيء، لو بلوز امبورطون هي اهم شيء. لو بلوز امبورطون سي دو سو ريليفي، هو انك تنوض. اهم شيء هو انك تنوض. لو فيرب سو ريليفي هو كينوض، كينوض كيكون طايح وكينوض. سو ريليفي لو بلوز امبورطون سي دو سو ريليفي، اهم شيء هو انك انك تنوض. اوكي غتقول لي اوكي وعلاش سو ريليفي ما تصرفش هنا؟ حيت جا مور دو، ها هو جا مور دو ما تصرفش. القاعده كتقول اي فعل جاني مور دو ما كيتصرفش. لو بلوز امبورطون سي دو سو ريليفي اي دو كونتينيي، وتكمل. ها هو كونتينيي حتى هو ما تصرفش حيت جا مور دو، فرونسي ساهله. اي دو كونتينيي اي دو نو جامي بيسي لي برا، وما عمرك طيح يديك. بيسي هي كيطيح، بيسي لي برا، لي برا هما اليدين. بيسي ما تصرفش، علاش؟ حيت جا مور دو عاوتاني. اي دو نو جامي بيسي لي برا. اوكي دونك هنا الابن غادي يجاوبها وغادي يقول ليها انا محبط، جو سوي فريمون ديسو. ديسو هي محبط. الابن ديالها يقول انا حقا محبط. جو سوي فريمون ديسو، جو سوي فريمون ديسو سي تو نوت كو جو ميريت با، هي نقطه، هي نقطه لا استحقها. كو جو ميريت با سي تو نوت كو، هي واحد النقطه اللي التي كو كتعني التي، هي واحد النقطه اللي حنا بالدارجه كنقولوا اللي ما كنستحقهاش. كو جو ميريت با، جو ميريت انا كنستحق، جو ميريت با انا ما كنستحقش. فرونسي ساهله، ميريتي استحق يستحق. دونك هنا الابن قال ليها جو سوي فريمون ديسو سي تو نوت كو جو ميريت با. هنا غتجاوب الام ديالو وغتبغي تحفزو شي شويه وتقول ليه با غراف مون فيس، با غراف سو ني با غراف، يعني ماشي مشكل. با غراف، با غراف مون فيس، ماشي مشكله ولدي. سي سا لا في، هذه هي الحياه. سي تا ترافير نو فوت
qu'on apprend. راه عن طريق الاخطاء ديالنا سي اترافير اترافير هي عن طريق سي اترافير يعني راه عن طريق سي اترافير نو فوت راه عن طريق اخطائنا لي فوت من اخطاء نو فوت اخطائنا كون ابرون اننا ك انك يمكن تعني ان اترافير نو فوت ك عن طريق اخطائنا ك اننا ان كون ابرون اون اون نحن كون ابرون نورمالمون تكون كون ابرون لكن تلاقاو لي دو فويال تلاقات لي او مع او القاعده كتقول تلاقات لي او مع او كنحذف او وندير ابوستروف اذا التقى ساكنه نحذفه ما سبق فاش كيتلاقاو لي دو فويال كنحذف الفويال الاولى وندير ابوستروف لهذا درت كون ما قلتش كون ما جاياش نقول كون دونك كون ابرون سي ترافير نو فوت كون ابرون يعني عن طريق اخطائنا اننا كون 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 اننا كون نابخون كون نابخون نورمالمون خصنا نقول كون نابخون لحقاش ما جاياش نقول كون نابخون ما جاياش دونك سي اترافير نو فوت كون نابخون ابخوندغ هو تعلم يتعلم اون نابخون نحن نتعلم دونك هنا غادي يجاوب الابن ديالها وغادي يقول ليها ميرسي انفينيمون مامون بور تون انكوراجمون شكرا بلا حدود ميرسي انفينيمون زوينه هادي شكرا بلا حدود امي يعني من اجل التشجيعات ديالك شكرا على التشجيعات ديالك التشجيعات هما لي زونكوراجمون ولا بور تون انكوراجمون يعني من اجل التشجيع ديالك دونك فوالا شتي فرونسي ساهل يعني ممكن لا تعقيد لا والو وغتزيد تسهل اكثر وغتزيد تكون اكثر يعني سهوله وبساطه في الواتساب عندي واحد الطريقه اللي بها تعلمت في 3 شهور غنشاركها معاك وسير بصحتك هنا الجيميل ديالي كتب لي رقم الواتساب ديالك في اول رساله وكتب لي بغيت نشارك في العرض ووعد مني الا شفت رقم الواتساب غنجاوبك وكتب لي رساله بالفرنسيه باش نشوف النيفو ديالك كي داير في الكتابه فاش تكتب لي ميساج دونك كتب لي بغيت نشارك في العرض وغادي نجاوبك وعد مني الا شفت رقم الواتساب الا شفت رقم الواتساب ديالك هذا هو الجيميل ديالي hamzalmuallem@gmail.com كتب لي ميساج دابا فيه رقم الواتساب ديالك اوكي وغنجاوبك وعد مني